يقول أخو السائل: ما حكم حفظ القرآن في مجموعات على الوط؟ أقول وبالله التوفيق: اتلو كتاب الله كما كان الرسول وأصحابه يفعلون، أما ما يفعل من التشهير بالعبادات والتسميع بها فالنبي يقول: من سمع سمع الله به، من رأى رأى الله به. فالأفضل لك أن تخفي عبادتك. قال القائل: من سرروه فأبدى السر مجتهدا، لم يأمنوه على الأسرار ما عاش. الأبيات.